من بائع متجول إلى رئاسة كينيا، تلخص مرحلة طفولته حياة كثيرين من الفقراء، تتلمذ على يد رئيس البلاد آنذاك دانيال آراب موي. من هو ويليام روتو؟ رجل أعمال ورئيس كينيا والقائد العام لقوات الدفاع، ولد عام 1966، وعاش حياة الفقر التي ألهمته طريق السياسة وكانت سبباً لترأسه البلاد، وذلك لقربه من حياة شعبه ومعرفته بمعاناته. تلخص مرحلة الطفولة التي عاشها الرئيس المنتخب ويليام روتو حياة كثيرين من فقراء كينيا. كان يذهب إلى المدرسة حافي القدمين، وعندما ارتدى حذاء للمرة الأولى في حياته كان عمره 15 عاماً، كما كان يبيع الدجاج والفول السوداني على قارعة الطريق في المناطق الريفية بالوادي المتصدع. لذا ليس غريباً أنه صور نفسه على أنه نصيراً للفقراء خلال حملته التي سبقت انتخابات الرئاسة التي أجريت في 9 أغسطس الحالي. كان شعار حملته هو كينيا كوانزا، والذي يعني كينيا أولاً باللغة السواحلية، وتعهد بتنمية الاقتصاد وبأن سياسته الاقتصادية ستركز على تحسين أوضاع الفئات الأكثر فقراً أولاً. تلعب الولاءات العرقية دوراً كبيراً في السياسة الكينية، وينحدر روتو من ثالث أكبر مجموعة عرقية في البلاد، قبائل الكانينجين، التي خرج منها رئيس واحد آخر فقط هو الرئيس الراحل دانيال آراب موي، وهو الحاكم الأطول بقاء في السلطة في تاريخ كينيا. وقد أصبح روتو الآن بلا شك شخصية محورية بالنسبة لتلك المجموعة. يشتهر روتو بأنه خطيب مفوه نجح في اجتذاب حجود الجماهير لتجمعاته الانتخابية، كما كان أداؤه قوياً في المقابلات الإعلامية.